مشوار السمين راح يا حبيبي، ده تعب بسيط وبكره يروح. اديه يا منصور. بقول لك ايه يا معلم رجب، قهوتك اللي هي دارنا هناخد فيها للاد العازه بتاع العم فردوس، ربنا يوسعها عليك. وحدوه لا اله الا الله، لا اله الا الله، صار النعش كده تحيه سيده مباركه. حل مسعود كوبايه العرباجي خرج من الحجز يا سيد.
منقول ايه؟ احنا جايين نصف معاك حساب مسعود. مفيش بيني وبين مسعود العربجي اي حساب. لا في خمرتك جابت له الوسواس. ايه يا اخويا وسواس؟ اه وسواس. اه كل ليله بيحلم بابنه الذكر اللي حلته من الدنيا وهو بيموت قصاد عين. يا راجل يا مفتري يا ضباب. ايه بتربى له الوسواس؟ بس عباس سيبه سيبه ازاي؟ يلا منقول مش كده وسواس. يلا رايحها هلا تلاقيها والله زرع المحبة. يا سلام على الفول. ايه الندالة دي؟ احنا قاعدين نسكر واحمد امبارح ودع ست الستات. عمتنا اللي خيرها علينا ماتت يا مسعود. ايه؟ فردوس ماتت؟ ربنا افتكرها. لا حول ولا قوة الا بالله. طول عمرها شايلة وتعبانة. كانش حد يقدر يقطن في الدنيا اللي هي. كانت دايما تقول لي جرايه يا واد عباس ما تشغل عضلاتك. وتحتمل صايع كده وتغمزني ثلاث برايز. كانت تقول لي فرانك بخير يا سيد. كلها بخير يا عم. احنا الذي لازم نضلل على احمد نجيب له البن والفقي والاوزاع. ده كان عشاها طاير بينا طير يا جدعان. عباس عباس ربنا بيفتكر الناس الطيبين. انا لما ربنا اراد ورزقني بالولد فردوس ايه عليك الله يرحمها. دول 20 جنيه كل اللي حياتي. خدوهم وربنا هيرزقكم ان شاء الله بالبيت. تشكر يا مسعود. عملت اخويا الشغل بتاعته؟ بقول لك ايه خلص دول 20 جنيه عايزين ازازه فم النصايد بدراع. يلا اطلع له سواس. على عيني يا اخويا سواس. املا له يا ابني ازازه ب 20 املا روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ نروح للواد اسماعيل فراشه نديله الازازه ناخد الاذاعه. ما نقولكمش حاجه وحشه. ما نقولكمش حاجة حاجة وحشة حاجة وحشة. ولا سيد قول للولا سمير ان احنا خلاص جهزنا الاذاعة والشيخ الزنقور على وصول. خليه يعلق على القهوة. كله صاد يا باشا. ها الله. ولا سيد حرام عليك. ما هو طالع قدامك زي القرد والتاني بينور الميكروفون ايده ما تهزيتش. هو ده اللي مجنني. بس انا نفسي بقى اطوق فيهم. ما تظلمهمش. ما فيش حد واقف جنبك الا هم. كدبوا عليا وقالوا انهم دفعوا للشيخ الزنقوري وجم ناس قالوا انهم حاطينه عند عيد. الشيخ علي الزنقوري وصل. نورتنا يا شيخ زنقوري. الحمد لله على السلامه يا شيخ زنقوري. انا سلمته لكم. الزنقوري امانه في ايديكم. ها؟ طيب. وده سيد. ها يا عباس انت تمام؟ انا تمام وانت تمام؟ انا تمام يا اخي. شد حيلك يا حياتك. عليكم السلام. بقى لله يا استاذ احمد. 2 4 6 8 الو الو الو. معنا الان الشيخ علي الزنقوري ابن عم مقري الاذاعه والتلفزيون الشيخ محمد الزنقوري. الشيخ الزنقوري لا يقرا القران في المقاهي يا عباس. انت قلت لي ان العزاء سيكون امام العشاء. وانا حضرت خصيصا لكي يخبر الاستاذ احمد برفض القاطع والبادر. من الممكن يا استاذ احمد ان تستعين بالكاسيت لاحياء هذه الليله. ليه الاصرار على صوت علي الزنقوري شخصيا؟ الكاسيت الكاسيت ما بيسمعش يا مولانا. المكان مش من مقامك يا شيخ. والمكان هناك ضيق. قول نوسع عليك يا مولانا. وبعدين انت واخد فلوس على قلبك قد كده يعني تعرف المكان اللي احنا عايزينه بشؤنا لا مؤاخذه. انا لما اخد منك مليم حتى الان يا عباس انا اسف واكررها علي الزنقوري لا يقرا القران في المقاهي. كل شويه هقول لعلي الزنقوري علي الزنقوري يعني علي الحجار. خلاص يا زنقوري خلاص. فلنقل العزاء امام العشاء. عباس كل واحد يحمل الكرسي الذي يجلس عليه بسرعه. زيها يا سيد. وده سيد العزاء ان شاء الله امام العشاء. لننتقل الى هناك لننتقل الى هناك.
الله العظيم الفاتحة. احسنت يا مولانا. احسنت يا زنقوري. يا اخواننا ما في داعي كل واحد ياخد كرسيه ويروح على القهوه، مش ناقصين مشاكل مع المعلم رجب. عيد مين يا شيخ عيد؟ يلا يا اخويا. يلا اخنع روح، انت بتغمز من الصبح. ايوه طيب يا اخي شد حيلك يا احمد، خد بالك من نفسك، البركة فيك. بسم الله عليك يا مولانا، احنا السيولة اللي معانا خلصت، طمعانين في فترة سماح منك لحد اول الشهر. ما احنا في اول شهر عباس. ليه؟ احنا في كام منه؟ احنا في 5 منه. الله، ما كده يبقى خلص. شوف يا مولانا، انت قمت معانا بواجب العزاء، واحنا هنزفلك بنتك، وكده نبقى خالصين. بنتي عندها 10 سنين يا عباس. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اسمع بقى يا زنقوري، مفيش قدامك حل غير انك تستنى الاول الشهر لحد ما تجيلنا السيوله. سيوله دي اللي بتكلم عنها عباس؟ ناقص تقول لي اكتب لك شيك؟ والله كل الناس حذرتني منك، لكني اندفعت بعواطفي وقمت بوجبي. انا في البيت ومنتظر الامانه. وصلوا الاول الحاره يا سيد. انا عارف السكه كويس عباس. طيب يا اخويا بالسلامه يا زنقوري. ولا انت تمام؟ انا تمام. وانت تمام؟ انا تمام. كله تمام يا ريس. تمام. ايه رايكم اجيب لكم كوبايات ومزه وتكملوا؟ تذكروا في عز عمتي؟ الله، يعني انت مش واخد بالك غير من الشرب، ملانتها كلها كانت على كتافنا. والله ما انا عارف اعمل ايه من غيرها. يا احمد احنا ملناش اهل ولا قرايب، هي كانت كل حاجه لينا. ده انا لولاها كان زماني في السجن. لقيت بيته عندي بلادي، عايز بقى لوحدي. استنى خد الديك اللي انت سارقه يا سي عباس. هتمشيني الديك رومي في رصاص الليالي يا احمد؟ رصاص الليالي وربحها كمان. يلا سيد. وناح بقربك يا عباس يا عيد. ابوتك الله يرحم ابوتك. عملت ايه مع الزنقور؟ كل خير، خد السكه. سال عليا؟ لا ما جابش سيرتك خالص. طب يلا روحوا ناموا، انا داخل انام. هوديك معاكم؟ اه احمد مرضيش يبيته عنده في العش. طب لف بسرعه يا عباس وهات سيد وديك. We'll be right back.
ابوس ايدك. الذبح بكره يا عيل. ما انا عاوز اخلص يا عباس. بس عشان اخوك احمد ياكل معانا. الذبح بكره. يبقى من نجمه يا عباس. ماشي. ماشي. من نجمه. ماشي. الموشع ابتدى. ايه البكاسه دي؟ طب ما تقول له صلح السرير. قلت له قال السرير سليم. العيب فينا. هو مش عباس كان وعدك انه هيرجع لك الولايه دي بعد ما طلعها من ولاد منصور؟ ده واد صايع بق بس ويعتبر نقطه الضعف في فرقه الزفه بتاعتكم. مقبوله منك على قد سنك. كرو كرو كرو. انا مستنيه صحيح علي بوبي. حبيبي حبيب الحاره كلها وهيعمل لي شريط كاسيت. يا سلام. طب ما علي بوبي راح فص ملح وداف. يا ريت يرجع عيد. يا ريت. ده حبيبنا كلنا يا اخي. بس ما حدش عارف فين اراضيه دلوقتي. يا ترى مسجون ولا هربان؟ هي سقطت. الله 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 الله. ايه عدم الحساسه دي؟ هم كل يوم على الحال ده؟ والله ما بيفوت يوم يا عباس. لا حول ولا قوه الا بالله. لا بقى اديله صوت. كله عباس عايزه. اه صح. هيشرب قلق وعلى الله ما ينزلش. صح يابا؟ صح اخويا. احاول. منصور 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 انت يا منصور. عليا النعمه ما هيفتح له. انزل عباس عاوزك. الولا منصور شغال يا عم. بقول لك ايه، احنا ننام قبل ما ينزل. ده مفتري ممكن ينام على الارض على البق. ماشي الحال. انزل عباس عاوزك يا منصور. ما ردش عليا الجزمه. ايه انتوا انتوا يا عيال؟ ها يا عيال؟ ايوه يا عيال. ايوه ايوه يا عيال يا عيال. خير يا اسماعيل؟ عباس وسيد عندك؟ لا. طب ما سابوش عندك امانه؟ زي ايه؟ ازازه بدراع فاميلي سايز. لا واصح. الاوساخ جم المحل وجابوا لي ازازه عشان ياخدوا الاذاعه وقالوا لي احسن نشربها في اللمه معانا وخدوها مني تاني. امال فين اللمه؟ يلا يا امك اتاخرت على الشغل. ايوه يا سعاد انا جايه. استنى لما افتح. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا عم. اتفضل. لا معلش، دي لقمه سعاد عاملاها لك بنفسها عشان تغير ريقك بيها. والنبي ما تكسف. يلا يا سعاد عشان هتتاخري على الشغل. ده امر الله وملناش فيه. وده دور وداير على الكل. عدى عليا في المكتب دلوقتي. علي بوبي ولا سويسري؟ انساه يا عم. دي حياته كلها خطر في خطر. انا خايف عليك. وضب عربيه عمتك واقف عليها وربنا يرزقك بالحلال. ما عمتي ماتت بالحلال يا عم حسني. كانت تقوم من عز النوم بالليل وتسالني الساعه كام يا ابني. اقول لها 12 بعد نص الليل. نسوكات تقوم تاخد العربية وهي فاضية وتسرح بيها والعيال يزفوها في الحارة. أنا مستني علي بوبي عشان أخرج من الحارة بقى. أنا ماليش حد يا عم حسني. ليك يا عباس وسيد وعلي وعيد وحسن. ده آخر جواب وصلني من علي بوبي. اسمع أخويا أحمد، أنا هربان بس المرة دي مش من البوليس ومعايا شنطة فلوس أصحابها ما يقدروش يبلغوا، لكن عاوزين يوصلوني
لكن على مين؟ ده انا دايب في الهوا ونفسي لما الجو يروق سيبك من الحاره والزفه والسنين وتيجي تعيش معايا في الامان. انا نفسي تشاركني فلوس وما تقاسمنيش الخطر عشان عمتك والعيال وعم حسني ومغني المقابر عيد. كبرت يا سعاد. كبرت انا كبرت يا مانو. لما هجم علي حسيت بجسمي زي ما تكون نار وقدت فيه بس ولعت. كنت خايفة. قدامي لسه مدة على بال ما الم نفسي. ما احناش جيب اللات يا جدعان. الله حبه حساسه يا اخوانا. موت عمه احمد بردك قلب كيانا كلنا. وان شاء الله لما ارد ويرجع لنا بالسلامه هبقى اعمل لكم كده كام بروفه على الطاير لزوم الانسجام. انا قلت الخلاصه. اشتريها عشان زردوس عيانه وش امه فقري. يا خوفي يا عوض اكون ذبحه. انا بس اللي ادق يا عوض وخليني اشوف شغل وحتى ابوك. خير يا فرج؟ خير يا احمد. الباقي في حياتك. حياتك الباقي ايه اللمه دي كلها؟ يلا يا اخويا منك لو اللي مالوش شغلانه اتكل على الله. عباس فين يا احمد؟ حق يا فرج. حقي 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 يا عيال. يا جدع انت كل كلمه بموت وارني غزال ولا ايه؟ لسه الحكايه دي فيك ولا عمرك استعملتها جتك خيبه. اسمع يا عوض اذا ما سبتش المطوه دي انا هلبسك قضيه سلاح. عباس وصل. استنى اللي انت خلت بيك. وحشنا يا فرج. بقالك مده غطسان. ايه يا فرج مالك مكلبش وشك كده ليه؟ انت غسله بنشا؟ ايدك ما تترفعش بالمطوى على صاحبك يا فرج. ايه مالكش دعوه يا سيد. قول يا عباس انت شفت الخلقه دي قبل كده؟ عوض ابن حارتنا راجل مسن واسرع واحد يطلع المطوى عدم المؤاخذه ويعور نفسه. ده ايه نبه مساله وضيع حقي يا جدعان. اب بديك يا عباس ديك
ديك ايه يا فرج؟ قلعنا يا سيد. اقلع يا عباس. الله الله والله عال فرج بيشك فيا، بيتهن بالسرعه، بيشك فيا يا سيد. بيشك فيك يا عباس. فاكر كنا بنقول لك ايه في المدرسه؟ فرج فوق اصحى فوق اصحى. ودلوقتي لازم نقولها لك تاني يا فرج، فوق اصحى فوق اصحى. عباس اكبر من كده بكتير، ما تقول له عيد، ما تتكلموا يا خل. فرج اللي كان معايا في الابتدائي على تخته واحده واحنا الاثنين فشلنا في التعليم بيشك فيا يا ناس. البس هدومك يا عباس بدل ما البسها لك بالقوه. الناس اللي انت بتشاهدها عليا دي هي اللي قالت لي اهو. قلت له ايه على ايه؟ بس خلق والبس وانا ناقصك عيد. انا اللي خدت الديك. خلاص سيب لك اخوك عباس شويه يا فرج. تعال تعال ما تخلص نفسك يا عباس، فرج مش شاهد لك بالاذيه. كنت كان تقول كان قلبي حاسس يا عباس. احنا في ايه ولا في ايه يا عيد؟ فرج هيودينا كلنا الاسم. النهارده جاي خبط عشان الديك، مش عارف بكره هيحصل لي ايه من تحت راسك. ايه بديك وخلصني. انا سرقت الديك عشان خاطر عمتك. عمتها الله يرحمها. عيد الديك فين؟ عندي. يلا اديله المفتاح عشان يجيبه. ماشي. قول انه عمري ما اديت مفتاح لحد. خد. لا خلي سيد يروح، انا هوبلس. ايه انا تعبان يا احمد، هخش جوه العيش اقعد مع نفسي شويه. روح يا سيد. خد يا سيد. دور لي طبعا القميص بتاع عيد على ما اجي. روح ورا سيد افرج هجيب لك الديك. يلا يا اخوان هو كل واحد يروح لحاله. يلا انت فين يا عباس؟ انا هنا عيد. تعال. تعرف الواد منصور هو اللي واشى بينا، اصل الديك طول الليل ما بطلش كركره. هو الواد منصور؟ احمد انت زعلان مني يا احمد؟ والله ما عارف اقول لك ايه. خد اهو براءه فرج، حقك رجع لك. اذبح لنا خروف بقى. يا سعاد لما شافتني قفلت عليها باب اوضتها ليه؟ انت مش واخد بالك، سعاد واخده على خطير من انا؟ من عمايلكم السودة انت والمخفي عباس والمولد اللي عملته في الحارة. طب خلاص يا عم قفلي يا عم قفلي. سعاد يا سعاد رد عليها يا سعاد. لو طلعت لك مش هيحصل لك كويس، سيبها في حالها احسن لك. في ايه يا سيد؟ عايز مني ايه؟ انا لسه قلت حاجة عشان تطلع فيها زي الصاروخ. كنت عايزك في موضوع. خليك في حالك، مفيش بيني وبينك اي مواضيع. انت قلب عليا ليه طيب؟ انا بقول سيب احمد في حاله وكفايه عليه موت عمته ده، انت هتجيبه له خفيف. انا ماشي يا عم. قبل ما تمشي جبت فلوس الجمعيه؟ ايه يا عم وخلي اي حد يبدل معايا، انا عايز اخد اخر واحد. ده انت كنت هتموت نفسك عشان تاخد الخامس. خلاص انا مش ضامن ظروفي ومش عايز اي حد يبقى له اي حاجه عندي. انا سنه ولطوش الهوا. استنى يا سيد ما تزعلش، انا متضايقه يا اخي. اللي متضايق يتضايق على نفسه. طب استنى ما تمشيش، انا هعمل لك كوبايه شاي. انا مش عاوز تضرب سكر ولا اقول لك رجاله على القهوه عشان تضرب قدام الشباب وتبقى حلقه شبابيه. اصبر. عطله يا عباس. افتح. عطله. عطله ده ما بينيمنيش ويدين. تعالى اخويا. اتشر يا عباس. وانت فارق عليا. اعمل عين على الحكومه. ايه يا عباس؟ اتشر قدام الافلاك. حتى بقى من وشي يا عباس. انزل. سيبوني. سيبوني يا عباس. سيبوني. سيبوني انت عباس عشان مش تتعور. يا بابا مرة واحدة استعملت حقي. انت مالكش اي حق في البيت ده. لا انا ليه حق، دبرت بيتي. عيب تخرج برا يا عيني الادب. زرت وانا صغير مع عمتي وانت معانا يا عم حسني. انت ما اتجوزتش عمتي ليه يا عم حسني؟ فردوس تصدق مش عارف ليه ما اتجوزتهاش. ما كانش في نصيب. ما تقلبش عليا المواجع. ما انت ليك صوره ثانيه دور عليها. انا مش قادر افهم انت ازاي قدرت تجمع الصور دي كلها لاهل الحاره؟ ده ما فيش حد في الحاره ما فيش صوره ليه. شوف صورنا واحنا صغيرين في المدرسة. أول الواد عباس طول عمره متشرد رابط دماغه وكان بطح الناظر، وجنبه الواد فرج واقف زي اللطخ. وراهم علي بوبي. وحشنا علي قوي يا عم حسني. غبته المرة دي طولت. تلاقيه مسافر ولا مسجون؟ أنت هتفضل قاعد كده مستنيه؟ أعمل إيه؟
ما انا قعدت ادور على شغل في كل حته، كازينوهات، اجنصات، فنادق. ما عندك عربيه عمتك شغلها وشغل سيد وعباس عليها. مرحبا مسعود. السلام عليكم. بقالك مده مش باين، تعالى. ابدا، انا كل يوم والتاني في القسم، المخبرين مش هتقني. ليه؟ وانت بتعمل ايه؟ ابدا، مسؤول عربيه وانا سكران. قلت لهم الحمار عارف سكته، قالوا لي ولو. خد لك بق شاي. انا تعبان يا احمد، طول النهار بسيل اسم المكاتب والوسعايه ودوره الميه، كل ده مش مهم. اللي فارق مخي مطير نوم من عينيا ابني، خايف للولا يحصل اخواته الثلاثه اللي ماتوا قبل كده. اسمع مسعود، انا عندي ليك حل. كانت عمتي الله يرحمها قالت قدامي بالصدفه، قابلني بعد بكره في خماره منوري، وربنا ان شاء الله هيعدلها. ماشي؟ ماشي يا رب. يا احمد عمتك فردوسه الله يرحمها دي سته طيبه قوي، بركتها حل عليا، وانا معلق الحجاب بتاعها في صدر الولد. وشوف دعوتها خليتك تقف في سكتها عشان تساندني. يا رب ارحمها. يا رب يا رب يا رب. مساء الخير يا عيد. اهلا يا احمد. مساء الخير. فين سيد عباس؟ مش سامحه، يبقوا نام. طب تسمع على خير وانت بالاهل. ربنا اذن ونويت تطلع بالعربيه؟ طب والله انا فرحان. فرحان يا عيد؟ انا طبعا فرحان عشان بطلت تفكر تسيب الحاره يا حبيبك علي بوبي. ومين قال لك ان انا بطلت؟ ده حلم يا عيد ونفسي يتحقق، بس مش عارف ازاي. عارف عمتي الله يرحمها حتى بعد ما ماتت ريحه السمين ما راحتش من جدتها. عم حسني لما سالني قلت له انا لا بحب السمين ولا بحب العربيه ومش عايز حياتي تتعلق بيها. يا عم اعتمد على الله وعليا، حياتك لا هتتعلق بالعربيه ولا حاجه. انت مش هتعمل اي حاجه، هتقبض اخر النهار وبس، وانا يا عم هقف لك العربيه وهدور لك العمليه كلها. ماشي؟ شاهد يا عيني على كلام الواد ده. ايوه انا شاهد على الواد الصايع ده. ابوتك؟ لا لا لا، من بكره هتيجي معايا المبنى. احنا قربنا نخلص. الصوره فين يا عيني؟ يا واد عباس الصوره اهي. بس بقول لك ايه، حطها في مكان الصادره في العربيه، اصل دي صوره اللي هتنزل على الشريطه. بس يا بنتي انت وهي يا بنتي. عيد يا حبيبي يا عيد. ما تسمعنا حاجة يا عيد كده ولا عباس؟ اجري على الكرسي من عينيا يا حبيبي. يا عيد انا عايزك تنسى طول ما انت مع عباس، تنسى هتني وراك لحد ما وصلك وتركب الزلموك. احنا قادرين ناكلها لما هنركبها. طب اقعد على الزلوزة. غني يا قمر. جاهزين؟ جاهزين. الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية، وديك بجدا كوكوكو للصبحية. يا سلام. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. صباح الصباح. ما تغني انتوا بلاش، انتوا رزلين قوي. Thank you.
انت فين يما؟ انا رايحه اشوف. شغل الريكورد ابعدني هنا، انا مش عارف انت جايبه منين. اتكل على الله. سعاد ما عرفتكيش، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ابدا، انا كنت جايبه لك حاجه زي كده بس ما كسبتنيش. انا ما اقدرش اكسبك. عباس عينيا ارفع العربيه، انا طالع شويه لعم حسني. بالسلامه يا اخويا، خد وقتك على الاخر. ها بحبك يا شبه العضله مؤاخذة يعني. لا في اختلاف، لو دققت هتلاقي، بس انت اللي كسول وغير دقيق. لا هذا فن هذا. لا دي هنا. نو. طب والعمل طبعا؟ غير دي. ايوه صح فعلا غيرها خالص. والعمل طبعا فن. العمل انت اللي بتقولي من العمل؟ العمل انك تاخد بالك من شغلك وتهتم فيه. حاضر. وعاوز انبهك لحاجة. أيوة. انت اسمك مكتوب بقلم الرصاص، يعني مش متثبت. ها؟ حاضر. لا اوعد سيادتك ان دي اخر مرة سريات تتلخبط فيها خالص. كل مرة تقولي كده. انا بقول يعني الارانب بعد ما بتكبر وتبغر يعني لمؤاخذة سيادتك بتروح فين؟ انا اصلي قلقان قوي على الارانب يعني سيادتك. ده سؤال متصل بالعمل يا سيد. الارانب والفيران واحده بترجع المخزن عشان بعد كده تعدم. تعدم؟ طب انا بقول يعني لو ان التجارب دي مش خطيره يعني اقدم طلب لرئيس المخازن واشتري منه الارانب دي جمله وابيعها عندنا في الحته. عندنا عين الناس في الحته ناس غلابه هيفرحوا قوي بالارانب دي سيادتك يعني. سيد انت مجنون. انا هحولك التحقيق فورا وكمان هعمل جرد على الارانب. طب فكر بالطريقه دي يا فندم. عندنا ناس في الحته بياكلوا كل حاجه، بياكلوا كل حاجه وبرضك هيشيل. طب تاني بقى. طب ما تزقيش. طيب جرايه يا بلولي قعدتك ما بقتش تلف. هتموت الكعب. ربنا وعدني بموظف يعد عليا كل يوم وانا بشتغل. قول لي اسمك مكتوب بالقلم الرصاص. عشق مبسوط قوي بالحكايه دي كده. ليه صبيله يا بيبس؟ صبيله يا اخويا. خلاص بقينا كتف الكتف. اه صبيله قول يا اصحابي. طيب معايا شريف نسمعه سوا مع بعضينا. حبيب قلب حليم. حط حليم في جيبك يا سيد. اللي لازم الفرحه دب علشان الولا سيد سايبوه الشغل. قلبه مضروب 100 جزمه وانا مش عارف ليه. انا لو منه كنت افرح واعيص واقلبها دانس. الراجل شغلته واكل الفراخ. شغلانه رخمه بنت كلب. لا ويقول لي دي فلان تجارب يا عباس. تجارب مين يابا؟ بقول لك ايه؟ خلي بالك من الكلب هيروح كده ولا كده. لا انا شايف. بعز نفسي. اعمل ايه؟ عايزها تمشي. انا كنت اعرف زمان واحد زي كده برضو كان عاوز يمشيها. كنت بروح انا وعمتي المانيال علشان نزور واحده صاحبتها عالنيل. كنت اشوف واحد بيجري بلبوس وحاطط ايده قدامه عشان يغطي عورته، فجاه يرمي نفسه في النيل. بعد كده عرفت من الناس انه كان بينزل بجسمه كله عشان يسلك المجال. رجالة ده شديد قوي عشان كده تلاقيه اتكل. قفل التسجيل ده يا عباس، الناس متضايقه. ولم الكلب ده اللي عمال يتنطط بالترددات كل شويه. احمد اه سعود عارف بقى الكلب الاسود اللي مش عاجبك ده شايل في رقبته حياة بني ادم. سيبك من الاهانه دي، كل يوم تعكير مزاج وقلة ادب. انا مش عارف اعمل ايه معاك. ولا تقدر تعمل حاجه. يالا خليك في حالك واحنا في حالنا.
احنا بنحبك يا منولي وبتصعب علينا لما نضربك. امتى الزمان اسمح يا جميل. مش يا مسعود الواد هيعيش وما تتكلم عباس. والله انت مالكش اللي انا. مو يا انت يا سيب. ارفع رجليك. ايه حاجه منولي؟ خلي عندك رحمه يا اخي تحت منك روح. انت ايه ما عندكش تنين؟ يعني ابني هيعيش. انت شايف ايه؟ ده كلب اسود كبير ولا صغير؟ صغنن. يعني في عمر ابنك؟ هنضلله ان شاء الله، هنلوصه، هنخليه ما يعرفش العيل من الكلب. ما ده اللي هيحصل يا اخوانا. يعني مش هيعرف يميز. لا مش هيعرف. هو مين؟ ايه في ايه؟ وقفتوا ليه؟ شوف امسك يا ضيع. اقعد سيد كانه ضيع ابنك. ارجع يا عباس ورا. اسمع يا عباس خش عليهم بقى كانك عزرائيل. عزرائيل ايه؟ اقل منها؟ لا حلاقي كفايه. الكلب هيموت وسيد هيعيش. الكلب ده هيتربى مع ابنك، حميه، اكله، خد بالك منه. اديني الكلب يا عباس، عايز امسكه. خد بس بالراحة عليه، بالحنية كده. منولي، خمرة العيال اللي نزلت واللي هتنزل على حسابي. سامع يا منولي؟ أنا مش قادر أعرف أنت بأمارة إيه؟ سموك منولي. هو فين؟ هو مين؟ ايه مالك يا مسعود؟ ما انت شايف؟ العق. ايه؟ ده العريش واقف من غير الحمار. اكيد يا مسعود واحد قطرك ومشي وراك سنه واحنا في الخماره وسرق الحمار وساب لك العريش ونويبع. ايوه بس هو فراس الجرد اللي سرق الحمار خارج من السجن بقاله اسبوع صح؟ اه 24 ساعة والحمار هيكون عندك. بس احنا لو سيبنا العريش كده لا مؤاخذة يعني هيتسرق هو كمان. لا ما انا مش هسيبه، هاخده معايا. اه مفيش بخت يا جدعان. بقول لك ايه بقى، ما دام هتسحب احنا كنا هنركب العربية وتسوق انت مسافة، ولما تتعب كل واحد فينا يسوق مسافة وعلى كده نوصل. ماشي ارتاح. يلا اخوانا يلا اخوانا اتكلوا على الله. يلا يلا يا شاهد يا مسعود. يلا يا مسعود. يلا مسعود. ها عشان رحت تزينهم يا احمد. تزينهم مين؟ اللي بتاكله الانارب. الدكتوره وحشتني، رحت اطمن عليه. الحمد لله زي الفل. هو كان له كام جوزه يا سيد؟ كتير ما تعدش. مش انت لوحدك اللي بتعرف تغني يا عيني؟ جبت لك الرطوبة. يا مسعود بكرة هيكشفك. وفين يا ياسر؟ شكرا يا احمد. اصبح على خير. هلا يا مسعود اشتكل. تصبح على خير. اشرب سيجاره بره. ايه اللي مصحيك يا عيني دلوقتي؟ مستنيك. مستنياني؟ مستنيك. شركة سعادة ومي
ما انت لازم تفرفش، انت تعبان. انبسطت لما رحت. غسلهاش. مش كنت اتميلت وخلصت وش الحمار ده بدل المعكاكه اللي انا فيها دي؟ البركه فيكي، انا ما بعرفش اجيب الوش، الوش عايز دقه وانا مش دقيق. فواز هتكذب عليا ولا لا؟ هتجوزك بس لما تبطلي تتفشل. ده اتخانق يا فواز. حرمت الحميد. انا حرمت. يلا وجهك يا فواز. انا هتجيبه على مره ولا نتكلم؟ محدش منكم هيدخل طريقي. اوعى سيدي يا باشا، مفيش تيجي شد معاه. امشي. اوعى انت. يلا يلا يا احمد خد. صباح الخير، طلباتك. رجعت مشكل. انت لسه مع فواز؟ اوي. مع فواز ولا مع غيره؟ يخصك في ايه؟ على فكرة انا باجي العربية كتير اوي ما بلعبش. لا ما انا بشتغل خفيف خفيف لما اكون محتاج فلوس بس. اتفضلي. يشكر يا فولي. سلام. سلام. يا عيني على الناس الحلوه اللي بينزل لهم الغزال من الجبل عدل. قص جحش. فك عن ناسك. فرفش. فك بقى. غريب يا بني ادم، انت ما بتحزنش ما بتتعكننش. واحزن ليه؟ واتعكنن ليه؟ بس قول لي ايه رايك؟ ايه؟ في البيت؟ بقول لك ايه؟ سيد تعبان قوي وزعلان من ساعه ما رفضوه. انا عرضت عليه يجي يقف العربيه هاي ستارز، العربيه هتبقى اكل عيش وفرح قوي. الله. وانا ريس ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش في عباس؟ على العموم انا فهمتها، قريتها وهي طايره، عشان كده اول ما جه الواد اسماعيل فراشه خدت منه عربون الزفه. كل واحد فينا دور على اكل عيشه. انت ما بتزفش لوحدك يا عباس، فين الفلوس؟ طب حاسب حكرنيش القميص. بقيه الفلوس ايه؟ هما دول؟ الباقي اشتريت بيهم جزمه. جزمه فين دي؟ في رجلي. ايه ده؟ حد يلبس بوت في عز الصيف؟ انا. يا عباس هنعمل بروفا لوحدينا، ما تروح تشوف الولد سيد. صحيح الولد سيد. طب يا فرقة ستوب، خليكم زي ما انتم. يا سيد انا مش هزف، ما حدش شريك، انا مش هزف اسماعيل. الله، ما انا عايز اعرف ايه السبب. من غير سبب هي كده بقى بلطجه. بلطجه؟ بلطجه. ايه الحقيقة؟ ده بيقول لك بلطجه اللي قطعت هتاكل حالها. اصحى يالا، الولا سيد هيفرد عليا. فوق، ده انا دمرك. مش رايح يا عباس، احنا مش رايح. ما تعتقوا امار يا عباس، يمكن في حاجه بدقيها. الله، عباس. ايوه يا ريس. سيب سيد وتعالى. طب داهيه لميت علينا الصراصير. كنت هبهدلهولك. احمد رحمه من ايدي. يا
يا علا يا سيد. ها؟ ايه يا علا؟ انت هتعملي فيها عاطف يا علا؟ خليكم صغار. ايه كده خلاص؟ لسه مش عارف صغار. يلا راس اسمك كده، امسك الورد كويس وانت عامل كده اهو. عادي بقى اسمك كده ما تتحركش وبص الاصبع اهو. بص الاصبع بقى ولا حرك. مالك يا سيد؟ فيش. ساكت يعني ما بتتكلمش. اسماعيل بيتجوز صاحب عيد، واحنا صغيرين كنا بنروح نصطاد سمك سوا. كان عنده عجل بياخدنا وراه زي ما نكون امبارح. عقبالك يا سيد. بالي يوه. امال انا اعمل ايه؟ فتحية خلاص بطنها اتنفخت، مبقاش عندي امل يا سيد. كنت عايش على امل انها تنزل دور وترجع لي. يا فتحية حامل؟ ايوه. طب هي سابتك ليه؟ بص المرة دي بقى تقول لي ما تغلوش عليها زي كل مرة، ماشي؟ هقول لك يا سيد. كانت عاوزاني اطلع الطرافة اقرب ولقط رزقي. انا رفضت. جوايا مطرب. تعبني يا سيد. عاوز احترف الغناء. زفه جت. الله، ولاد اسماعيل ده جه هنا ليه؟ هو مش كان عازل؟ لا، اصل هو ما يعرفش حد هناك. قال لازم يعمل فرحه وزفته تخرج من هوم الحاره. عامل فرحه فوق سطوح خاله. بقول لك ايه يا سيد؟ اجهز بقى واجي نروح سوا، بلاش غلاس. ها؟ ماشي. وسلام للعريس وعشر ميت بوسه للناس والبوليس. سلاتنا بلال عروتي نوته وسلاتنا بلال عريتي نيس وعشر ميت بوسه للناس ناس والبوليس. عريتي نسنا مجدة تندع، عرسنا مجدة، عرسنا مجدة، وعروتي نصته أبدى تندع، عروسته أبدع، عروسته أبدع، سبحانه هو اللي جات نمع. شمودي نوسه وسلاتي نمل العروض نوسه وسلاتي نمل العريض نوسه وسلاتي نمل ايه مراتي نبع سلام مربع سلام مربع غروط نوتة تلاتي نعلع نوتة يلا يلا تلاعلع وماتي نلحى وهدي زرع حسودة تنطر وتلع يا غروط نوسه محروط
فؤاد. ايوه يا احمد. لو حد تقدم لك يتجوزك اقبليه. ليه بتقول كده يا اخي؟ انت عايز ازعلني منك؟ انا مش مشغول غير بحاجه واحده بس، اني اسيب الحاره. انا نسيتي خربانه يا سعاد. لو سبت الحاره هسيبها انا كمان. انت مجنونه، سيبي الحاره وتروحي فين؟ اي حته، مش قادر اعيش فيها بعد ما تمشي. ليش يا سعاد؟ انا ما بهددكش يا احمد، بس بقول لك اللي سألت. يا بنتي ده انا نمت وانا قاعده مستنياكي. سبتي الفرح ليه؟ ابدا اتخنقت. يعني مش عوايدك تسيبني تروح؟ طب اللي حصل؟ وايه اللي بتعمليه ده؟ حد بيغسل بالليل؟ أنا زهقانة يا أم. زهقانة. حلاوتك يا جمالك. يا سهول. العلم خد عليا كل ده وأنا ما أعرفش إيه. آه يا سو. أنت بقى اللي كلت بعقل أحمد حلاوة؟ يا ابني إحنا أصحاب. طب ما أنا صاحبه، ما ادانيش العربية ليه؟ أنت عارف يا عباس. عارف إيه يالا؟ عارف انك بتاع نسوان، واي واحده تخش هنا هو هتعلقها وتعمل لنا مشاكل. طب وماله بتاع نسوان؟ انا فيا حاجه بتشد النسوان، الحاجه دي مش فيك، نصيبك بقى تقوم تحب. يا ساو انا شك كان في محله، يبقى انت اللي وزيت عليا احمد وانت اللي كلت مخه. انا ما كلتش مخ حد، احمد حافظك كويس واريك صفحه صفحه يا عباس. كده؟ طب هات الريكوردر بتاعي بقى. انت مش قاعد تحايل على احمد عشان يعلق لك الريكوردر على العربيه؟ خلاص يا ساو، خلاص يا اخويا. وانا معقول برضه عايز عليك الريكوردر؟ انا هاخده انضفه بالتنر عشان التست بتاع الشيخ عيد. خلاص يا اخويا ربنا يهديه. احمد ازيك يا مسعود؟ كويس الحمد لله. الواد كويس؟ ما الواد قدامك زي الفل اهو. قربوا شويه اهو. اطمن. الحمد لله. جبت السجاير؟ اه جبت لك السجاير. الو حجابه يا حجابه، بس يمكن يطلعوني النهارده. روح انت خلي بالك من نفسك. صباح الخير. اهلا. مش انت سيد برضو؟ اه سيد. ينزل ليه خدمه؟ لا ابدا، بسال بس على احمد. اه لا مش موجود، خرج مشوار كده. الا قول لي هو مالك العربيه؟ لا انا شغال عليه الحساب. اه طب ونبي لما تشوفه بقول له ناديه سالت عليك. يوصل. تنساش عرب. ابوتيكا. وبعدين ايه عيد الكعبه بتاعتك دي؟ انت لسه ما لبستش. والله ادي يا عباس محتار مش عارف البس ايه ولا ايه. يا دخاخ من كتر اللي عندك البس الحته الزفره اللي حيلتك وشد فوق البلط. البلطو ده في الصون يتبهدل، وبعدين انت مش شايف ان الدنيا حر؟ سيبك من الحر، المهم المنظر. بقول لك ايه يا عباس؟ بيت الفتحيه جت؟ الله يخيبك، انت لسه متعلق بيها؟ انساها بقى، منصور خلاص، عملها، عملها. طب امشي، امشي، امشي من هنا، انت امشي، امشي. يا جماعه المسؤول عن التست عباس وسيد والعبد لله. ويا اب عيد يا غطس. يلا بقى يا عيد الكل جاهز. قصر يا عيد وهات من الاخر. يلا انا ليا كلمه صغيره احب ابلغها لسيد بالذات. انا مش اقل من طاهر مصطفى في حاجه ابدا. ولا طاهر ابو زيد يا جدعان. عيد ده الجوهره السوداء، والجوهره دي لو قبت هتقلب الحاره وتغير الموازين. انا مؤمن بيه. يلا انخع واتكل على الله. بعد فرشه
حلوة ونسمع بقى نتسجل. يا ريت رجع الشريط يا عباس. يلا معنا من عينيا. ولا حد اتحرك مكانه. في ايه يا عباس؟ الحق يا عيد. ايه الولد منصور ماله؟ طفى النور. هو نفسه يبوظ الليله. الكرباج اهو. انا طالع. هاتولي يا عباس. هات العصايه يا عباس. هات العصايه. تعالوا يا عباس. ايه يقول انا بس؟ اوعى اوعى. افتح افتح يا جمال. افتح يا جمال. مين مين؟ اضرب على طول يا عباس. اضرب على طول يا عباس. المساكن لندن لمراتك. جرب يا عباس جرب. رجاله تحت. لازم يتضرب قدام الشباب يا عباس. خربت بيته. خربت بيته. وعاء يا عباس. بيت مين اتخرب؟ اشرب في حاجة. عايز بتضرب. انت بتكذب علي. يا راحت. يا راحت. فواز حرام الحمير هو اللي دسها علينا. لا فواز هرب بعد البوليس ما مسكه وانا خفت على احسن البوليس يقعد عليا. طب تروح يا اخت عند اهلك. ايه مالكيش اهل؟ اه ليه يا اهل؟ بس لو رحت لهم هيحبسوني ويحلقوني شعري انا عشان ما اخرجش. بقول لك ايه، اتفضلي بره العيشه. الناس اللي على ايه؟ انا جايه لك عشان تشوف لحد اقعد معاه. لا ما هو هنا مستحيل. طب استنى يا ريس، ايه رايك بس لما اخذ يعني تقعد عند الست ام صبري؟ واقف ست كبيره واحده ليا. ما هو الواد صبري ساعات بيرجع يبات عند ام ضاد بيبشر. والله عندك حق، وصبر ده واد شرس ولو وقعت تحت ايده مش هيعتقها، ودي عامله زي العصفوره. طب وايه الحل يعني لمؤاخذه؟ ننام احنا الثلاثه بره العيش، وهي تنام لوحدها جوه العيش. يطلع صباح نفكر على رواق. واهل الحته عدم المؤاخذه لما يلاقونا نايمين بره العيشه محدش فيهم هيقدر يتكلم. اه صحيح، الانسان سمعه. وقف معاك على العربيه. نعم يا اختي. كلام عباس معقول برضه. ننام احنا بره وهي تنام جوه الصباح رباح. انتوا التلاتة؟ اه احنا التلاتة. يلا وضبي نومتك وهي حصيرة الصيف واسعة. خد يا عبس. يلا سيد يلا. اروح فين؟ يلا. اللي هالفلت يا منصور. منصور منصور منصور، عايز مني ايه؟ انت ما بتردش ليه؟ ايه؟ انت صحيح قطعت النور يا منصور؟ علي الطلاق لما وصلني صوتك وانت بتغني. ايه؟ كنت عايز اقطعه لكن الحكومة قامت بالواجب. انا مش عارف ايه اللي وزك على موضوع الغنى ده. علي بوبي قال لي صوتك حلو يا عيد، وراح وجه مراجيحي، لكن انا الكلمة علقت معايا. هي مراتي. اقصد مراتك حامل. ايوه حامل. هتسميه ايه؟ منصور. منصور خير يا عيد. لما يطلعونا رجعني معاك الحارة. يا بنت العضادة. تعالي. انا تعالي. اه يا زفر يا زفر. طول عمر زفر زفر. ده انا حبيبك يا احمد. طول عمرك زفر. انا ما عملتش حاجة. قوم معايا سيب البيت. ايه اللي ليها؟ لفظحك وخلي مسافتك بسرعه. انت واقف شلت معايا. انا عملت ايه؟ ده انا حبيبك يا احمد. امال انا طيب.
انا هتربط معاك ونام. ناموا. انا عايز اتجوز نادية. اعيد لي عليها يا احمد. افتح عيد يا سيد. عايزين تزعق ليه؟ ما تتكلم بالراحه يا عم. انتوا مش ربتوا وسبتوني. عايزين مني ايه بقى؟ مش الواد عباس هيتجوز البنت ناديه؟ طب استنى يا قال يا سيد، اخرج اعمل لك كوبايه شاي معايا. ده خبر جديد نوفي. كانت ليله كوبري يا قال. انتوا اتخليتوا عني، لكن ربنا ما بينساش حد ابدا. الزملاء المحبوسين سمعوا صوتي اتكيفوا قوي، وصوتي وصل حظابط. قال لي ايه ده؟ اتقبضت على ابو حليم وافرج عني فورا. قلت له معلش يا حظابط، معايا واد اسمه منصور. قال لي ايه؟ سوري. وافرج عنه هو راح. يا سلام، قال لك سوري؟ امال عندك يا ولا سيد. البنت اللي اسمها نادية دي عكاكه قوي، خلوا بالكم منها. ها؟ انا عارفها كويس. تعالى يا ولا سيد تعالى. بقول لك ايه؟ فشواريها تكون شعرها خالص قوي، وانت تشوفوها كده تسلم لها ميه وتوضبوها على الاخر. ها؟ انا هعمل جمال وراجع. خد بالك منها، دي وحدانيه. ليه؟ النبي الاحسن انا ايه؟ ورايا اشغال شقه معبده. انت مش لوحدك يا حبيبتي، كل الليله حواليكي. ما تغلطوا يا ستات. اخواتك محدش هيجي. من زمان وانا هكه بنت، اوقات كتير قوي بيهفوا عليا، بيبقى نفسي اروح اشوفهم، لكن كلهم بيكرهوني ومتبرين مني. ابويا لما كان بيضربنا كان بيقول لي يا بنت انت مفيش فايده فيكي، ولا في حيطان تقدر تلمك. ايه ياما اللي معادك هنا؟ قومي. طيب يا سعاد جرى ايه؟ ايه يا سعاد؟ مال وشك مقلوب كده؟ مش خطبت منك عباس وانا مش دريانه ولا ايه؟ قال لي قاعدين يكفوكوا شر الجايين. اصل يا حبيبتي عباس طيب وعنيات ومش عارف اللي جواكي. ايه بقى اللي جوايا يا ست سعاد؟ كلش مكشوف عنك الحجاب يا حبيبتي وانا مش دريانه ولا ايه؟ ما تخش يا خال. انت ايه يا بت؟ خليلي عكنانه، ما تستهدي بالله. هي كانت عملت لك حاجه؟ انا ماشيه ياما ماشيه. انا ماشيه ياما ماشيه. رقصوني، انا عايز ارقص. وعيد ماله تبعتي لي معاه جواب؟ عايزه اقابلك، اقول لك اللي في قلبي. قولي وخلصيني، واخر مره تبعتي لي مرسال. احمد، انا عارفه ليه نادية وافقت على الجواز من عباس. ليه؟ علشان تفضل جنبك. جنب انا؟ وتبقى شريك بينكم. خلاصي. عارفه مين عباس؟ انما بقى انها ليله صدع ومش هتعدى على خير. ليه بس يا عباس؟ يا عم حسني ده ضايقنا قوي. الراجل سنين دوت اديله شهرين ما خرجش من بيته، واول انا ما زنقت وشحطت منه جاكيتة داير ورايا في كل حته. ده انت خامس واحد يوصيه على الحكايه دي. مرحب بيها، دي معموله من قماش الكنب. واللي مجنني يا عم حسني انه ما بيلبسهاش. البسها يا عباس. طب على الطلاق بالثلاثه. لا لا، البسها لك قدام الخلق دي كلها عشان بنفسك يا عم حسني تشوف المنظر على الطبيعه. شايف بتلقي فيها؟ هتقع منها. مسخره يابا. ايه العباشة؟ ما حاجه من ريحه الشغل بتفكروا بايام زمان. المفروض ان المناوجست سمير وهبه ما قلقش على حاجه مع عباس. دي جدعانه، ده اللي انا اعرفه. صح. يلا عباس العروسه جاهزه. ايه؟ تاخد العروسه بدل الجاكيتة؟
رجب على المزاد مزاد كله رجب مين؟ أنا سيد يا سعاد افتح مش حافظة عايز يا سيد أبدا أنا أصل قلقان عليك أول مرة تفوتي زفة يا بنت أنا مش عاوز أشوف حد ولا أنا ولا أنت أنا سبت الشغل يا سيد من بكره نشوف شغلنا ها انت لسه برضو بتفكر في الكاسيت اخص تيجي منك انت يا علي اه فكرتني انا سيد قلت لك جهاز تسجيل وكمان انما ايه هيخليك تعيش لوحدك مع حليم ابوسك انا مش طالع معاكم السفينه هختلي بنفسي على الكورنيش توصية حقيقي بنفكر نبدا حياتنا ازاي سنين عدت الواحد مش واخد باله انت لازم تيجي تعيش معايا وسيد وعباس قدر لهم العربيه وخلوهم يعيشوا في عشة عمتك لحد ما يلاقوا لهم مكان تاني لو سبت العربية ما بين سيد وعباس هتحصل بلاوي والواد سيد حقه هيضيع لا 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 الولع عبس قلبه أبيض لا ما دخلت حياة واحدة ست والله أعلم هتعمل معاه إيه يا جدع هتحب في إيه ده أنت حلالي بلاوي حلالك قدام الناس ربنا إيه بس يا عباس بقولك إيه بس بقولك إيه عباس ليك حلوة كمان ولا لا ليك يا راجل قدام الناس تعرف يا عباس اول مره مش على الميه جميله قوي انا وحبيبي انين نونا امانين نونا ايه هاد تعرفي إيه؟ الخمره اشتغلت في دماغي حاسس ان في صواريخ مرشقه في جثتي ده اللي لازم يعلم بيها الا ربنا يا جدع انت مش عايز اوعى اوعى خليني اروح الحمام مسنوقه الكل الله اسم الله اسم الله حتى العزول القاسي عباس بلاش روح جابتلي مكانك هنا ايه في ايه يعني ده حمام حريم يا نادي ما انا عارف انه بتاع الحريم طب روح ما تقلقش انا مأمن المقصود عباس مش حلالي بلاش يا جدع روح يا اخي عباس نزل لهم قارب عد الجروح يا قلم عد الجروح يا قلم فواتي الجبلي حرام حمير بس مش حرام نسوان عباس سرقها مني انا ما بقدرش انام من غيرها انا ما بقدرش انام من غيرها كانت بتهرب وتجيب المره دي اتجوزت
عباس مش هيفلت من ايد، عباس مش هيفلت مني، انا مش هسيب، انا مش ماشي، انا مستني. الله 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 الله، لحد رب الليله. سيبك منه، ده باين عليه سكران طينا. قد الجروح يا قلم، اللي هيقرب من فواز هيجيب كرشه، اللي هيقرب هيجيب كرشه. فواز كل شيء نصيب، لو ربنا رددك مش هي هتنوله. انا خايف عليك من البوليس، البوليس قالب الدنيا عليك. لو كان مش قادر تشيلني قولي عاوز تروح فين وانا اوديك في الكرة بتاعي. وديني عند ابني متولي. تعالى فوزي. لا لا، انا ما بقدرش انام من غيرها، انا ما بقدرش انام من غيرها. انا ما بقدرش انام من غيرها. سلاتنا للعروت نوسى، وسلاتنا للعريت نيس، ووطي نشرمت بوطي نوسى، للناتمس والبوليت نيس. زمان المركب وصلت حلوان وحترد تاني، وحترد تاني. لا بقولك ايه عباس، بقولك ايه عباس، مش وقت عباس، بقولك ايه عباس، عياني بقولك مش وقته. يا ايه مالك؟ جسمي كله اتاخد لما شفت فواز، منظره يصعب على الكافر يا جدع. وعمل لي واد جن وفتح لي المط والقرن غزال، وعد جروح يا قلم، وركبي مش شايلاني، فك العقد يا جميل. انا مش قادر انسى منظر الواد احمد لما كربت رجلي واحنا قاعدين قدام العش، وانا جسمي مولع نار. ولا الجدع الخواجه بتاع المركب، بليز النهارده عيد ميلادي، ثانك يو. بس يا عباس خسالك يا عباس، عد جروح يا عالم، عد جروح يا عالم. عباس يا عباس يا عباس، هدي اللعب شويه، مش عارفين ان انا عباس. اوديكي فين يا صحه؟ حد يولع لي. متوجع سيد، مالك واقف ليه؟ خف شويه يا عباس، عاوزين ننام ساعه والدبان هياكلنا. يعني لازم تلمها اوكر وقضوا راسكم الناحيه التانيه، ودانكم لازقه في الجدار. اصحاب ايه دي؟ فين؟ كنا بنقول ايه؟ احنا مالنا؟ الله، بس بقى احسن بضرر يا دي النيله. ابو دكا انا من صغري منحوس، لولا عمتك كان زماني بشحط. كانت بتتوقفني الشوارع، لمتني وكلمتني كتير، الله يرحمها. قد جروح قلم، عباس قلبه قاسي، طالع عليا. نعم يا سيد، نعم. انا عايز اتجوز احلى. انا طول عمري مؤمن بالنصيب، انت فاكر حاجه بتعيب يا سيد، والف بنت هتتمناك وتقع في حبك. بكره تتجوز يا سيدي وتبنى لنا الحاره يا ايه طعم. طب نام، نام بقى يا سيد. انا جوزتك عشان تعبت ونفسي استريح. لما جاني احمد تاني يوم ودخل عليا العشه، بعدين كما تهكمت عليا، قال لي الواد عايز يتجوزك، ايه رايك؟ قلت له ماشي يا احمد، اتجوز عباس. ايه هو مش راجل؟ هنضبط. والتجريح ده لازمته ايه؟ اللي في قلبي. بقول لك ايه، انا نفسي بقى ما تبركش على نفسياتي، انا بتخانق يا عباس. عباس جنتلمان ويحب اللي تلاقيه، ونفسيته عزيز عليه قوي. ولما انت نفسيتك عزيز عليك قوي، اتهجمت عليا وعايز تاخدني بالقوه ليه؟ ام سعاد جابت اللي جوايا وقالتها لي في ليله فرحي، قالت لي انت طول عمرك يا عباس حتى انك طاير زي ذكر الحمام بتدور. انا فعلا بدور ولقيتك. على فكره يا نونة، انا غير احمد والولا سيد خالص. مين اللي في الصوره دي يا عباس؟ دي مريم تبع احمد. بس بنت حلوه وزي القمر، متعلق بيها ومش قادر ينساها، مع انها مش النظريه يعني. انا جعان، ما تقومي تذبحي لنا كام جوز حمام كده، مع ان ما باكل الحمام ده ما بيقعدش في ظهري.
قومي، دي بينها ليلة ما يعلم بيها الله ربنا. قوم يا اخي قوم. انت دايما مجالوش على نفسك يا احمد. فاكر ايام المدرسة؟ كنت دايما سابقني. كنت انت الزعيم. صور علي. طول ما انا مستنيك ما كانتش حاجة بتفرق معايا. ازف افراح، ما زفش. اقف على العربية، ما اقفش. حاجة واحدة بس اللي كانت مخوفاني من الشغل معاك. ايه هي؟ السجن. ايه بتضحك على ايه؟ ايوه بخاف من السجن يا علي. اصل انا ساعات ببقى عايز ادخل السجن عشان اهرب من الموت. الجماعه اللي بتطاردني وعايزه مني الفلوس خلاص ما عادش البوليس بيحميها. انا عايز اغسل الفلوس دي وانت اللي هتغسلها. هاخد لك شقه في مكان حلو وتشغل الفلوس في مشروع وانا هقف ورا. هديك ورقه مهمه جدا فيها كل العناوين بتوعي. لما تقرر تعالى. افتح يا عباس، بقالك تلات ايام قافل عليها. اطلق الحمام يا عباس. افتح يا عباس. افتح يا عباس. ايه سامع حاجة؟ اصوات غامضة. يلا بينا نقعد على القهوة وبعدين نرجع له تاني. يلا. يعني ايه اصوات غامضة؟ نفس الاصوات اللي بتحدث مع الواد منصور. أنا في خيالي أجيب حديد وأحطه على الشباك وأشتري سلسلة وقفل وأسكر باب العيشة ده خالص. أنت في خيالك تحبسني يا عباس. يا بنت أنا بحبك وبغير عليك ونفسي أعمل عيلة. يا راجل خلي عندك دم. تعمل عيلة إزاي؟ هي كانت العشة بتاعتك. لو أحمد ساب الحارة أنا وسيد ظهرنا هيتقطم. مجيت علي بوبي دي وغوشتني. انا لازم اامن نفسي. علي بوبي رامي طوبتي بيقول لي انت بالكتير مقاسك حرام طير. بقول لك ايه يا عباس، ما تيجي نسافر ليبيا. لوبيا؟ هنعمل ايه في لوبيا؟ فرده. فرده مين؟ ده نص فتوات الجبل سافروا على هناك. ده حارتنا لوحدها مصدره خمس فتوات. يا اخت احنا مالنا ومال الجبل؟ خلينا في الوادي. وادي الوادي السعيد. النقلنا في الضياع. الوادي الجديد. انت كنت مالك مزنده ليه؟ ما تقومي تاكلي. اسمع بقى، انا هتكلم قدام اصحابك. تتكلمي تقول ايه يا وليه يا بيكس انت؟ بطلي بكاسه بلاش احراج. عباس حابسني ومش عايزني ازور ابويا. امي وحشتني. مش فكرك بيهم دلوقتي. نفسي اشوف ابويا واقول له ان انا اتجوزت وبقالي بيت عشان استريح. امي كمان هتفرح قوي.
اصل امي كان نفسها تلمي. عارف يا احمد كانت بتقول لي ايه؟ يا ملك بخته اللي هيجوزك ويقفل عليكي بابي. ايه ايه ايه؟ كانت بتقول ايه؟ تصويحه عليك. خلاص يا نادي انا هاخدك ازورك اهلك وانا مسؤول ارجعها لك. يا ساتر يا جدع، زي ما اكون حابس قط ذكر اللي بتشامش مع الخروج. بتخانق يا عباس. يا عباس ما تاخدها اخي تزورها اهلها. يا لا اهلي خالص، تقول لك اهلي وقرايبي كتير بس ما بحضرش فيهم. ايه يا اسطى؟ فوزير رمضان ابني مات يا احمد. طب انت بقى ملكك اوعى ملكش اكل. ابني مات يا احمد، ابني كان من وعيد. قضاء الله وقدره. ابني يا حيلك ربنا يعوضك خير. لا حول ولا قوه ابني. لا حول ولا قوه ابني مات عيد. ازيك يا سعاد؟ ايه ده؟ مالك يا بيت؟ خرب بيت عقلك وشك متغير. انت عيانه؟ ابدا مفيش، انا كويسه. لا مش كويسه، أمك قالت لعيد إنك بتقفلي عليكي وأوضتك بالساعات، وبتقومي في نصاص الليالي تغسلي، وبعدين ما بقيتيش تتكلمي زي زمان، ده أنت كنت رغاية يا بيت. شفت أنا جبت لك إيه؟ عقد بقى إنما حكاية. إيه رأيك؟ أساعدك؟ على فكرة أنا جايبه من زمان، بس ما كانش فيه فرصة إن أنا أقابلك لوحدي. سيد مالك؟ سيبني سيد، انت زي اخويا دلوقتي يا سيد. سيدي ارجوك ما تزهقنيش، انا تعبانه حرام عليكم. تعبت يا حلو، تعبت. حتى علي بوبي خد مشروع الكاسيت باستخفاف. كان نفسي اشدو واكمل مشوار المغنيين الكبار العظام. ناس كتير ملهاش حظ، اعتبر نفسك بقى واحد منهم ورايح نفسك. لا ساكرر محاوله ولن يهدأ لي بال. ربنا ان شاء الله يفتح علينا زي ما فتح على عبد الحليم حافظ. امين يا رب. طلع خلينا ناكل في جو البركة اللي احنا فيه ده. انا سامع اصوات جميلة في الهواء، اصوات بتردد اغانيه، صي الاناديل في شارع الضباب. الجو لا يخلو من سحر وعذوب. بسم الله. ازيك يا فواز؟ وازيك يا احوالك؟ ناديه وحشتني. وحشتك انت وليا قلابه، فرجتي عليا الخلق. من ايه ما قلت لك اكتب عليا؟ كنت هتجوزك بس انت وليا هجاجه. انت جايه ليه؟ جايه اقول لك ابعد عن الشر وغنيله. عباس لو شافك بتحوم حواليا في الحاره هيقطع رجلك. عباس بيغير عليا من دبان وشه. انا هقتلك وحياه ابني متولي لاقتله. روحي قولي له مش هتتهنى بيها، قولي له فواز مش هيهنيك بيها يا عباس. طب بس ايه، تاخد معاك فلوس؟ ايوه معايا. انا ماخدش فلوس من واحده ست،
فواز ما ياخدش فلوس من واحدة ست. توكلي على الله، اتكلي على الله. يا اخويا تسعى لرزقك، الواد سيد مستفرد بالعربيه وبيدينا ملاليم، ما توقف عليها انت بداله، اصل الواد ده اكيد الاكيد بيخنصر من الفلوس. لا الولد السيد ما يخنيش، ده عشره عمر. انت خلاص ما بقتش لوحدك، كنت الاول خفيف خفيف، انما دلوقتي ما تقومنيش عليه، انا عارف زن النسوان. يلا نامي بقى، خلينا ننام. نامي. بس فين؟ جه وخرج. قلت له ان انا عاوزه؟ قلت له ايه؟ هتفضل واقف مستمر على الباب كده؟ ما تخش، عايزك موضوع. موضوع ايه؟ مفيش بيني وبينك مواضيع. لا في سي عباس مش عايز يشتغل والفلوس شحة معانا. طبعا ما هو مش فاضي الا للخادم. لايه؟ بنت انت. بقول لك ايه؟ اذا كان عباس ما يقدرش يأدبك انا ممكن أأدبك. ضرب ابيض يا ورد، ما صدقت استفرد بالعشه وانت جايه تقولي لي نشوف بالعربي. بقى احمد عايزك تمشي. هو قال لك كده؟ ايوه يا عباس، احمد يقول كده واكتر من كده. فوق اصحى، انت عايز يشاركك فيا. مين اللي عايزك شركه معايا؟ احمد. احمد تضربني يا عباس؟ واضرب ابوك كمان. هو الضرب جديد عليك ولا ايه؟ دول هما اللي حيلت في الدنيا. سوري يا اختي، هتفتري عليهم؟ جاتك داهية، الله يخرب بيتك على بيت وزي. ايه يا عباس، انت هتقعد تتفرج عليا؟ ما تجيب هدومك. صورة الولا سيد، بحب عبد الحليم قوي. حليم قوي، هات يا اخويا هات. على فين يا عباس؟ واخد العربية ساعة الفجرية وطالع بيها على فين؟ كمل نومك انت يا سيد، مالكش دعوه. يعني ايه ماليش دعوه؟ بتسرق العربيه يا عباس؟ بتسرقني انا واحمد يا عباس؟ جرى ايه يا سيد؟ ايه يا سيد؟ انا اولى منكم الاثنين بالعربيه يا اخي، انا متجوز وماليش شغلانه، والبنت هتطير مني. يعني انا ليا شغلانه؟ ما انتش ماشي يا عباس. انا همشي يا سيد. مين يا عباس؟ لا همشي ومش هتقدر تمنعني. امنعك يا عباس. طب خد بقى. احمد احمد اصحى يا احمد، احمد اصحى يا احمد. ايه في ايه؟ عباس وسيد بيقطعوا بعض. ايه الساعة كام دلوقتي؟ احنا الفجر. ايه يا احمد، بسرعة بسرعة يا احمد. احمد يا عباس. لا يا عباس. يا عباس. يا عباس. ايه؟
بتعمل كده ليه يا عباس؟ تقدر عايز اهرب بالعربية يا احمد. ليه تعمل في اخواتك كده يا عباس؟ اخواتي؟ طب عليا وعلى اخواتي يا احمد، انا لازم اقول لاهل الحته كلهم انا ليه عايز اسيب الحاره انا ومراتي. قول يا عباس. هقول يا احمد يا اهل الحاره، اسمعوني كلكم، احمد وسيد اللي هم اخواتي واصحابي عايزين يشاركوني في مراتي، عايزين اشارك معايا وانا راجل حر، يرضيكم الكلام ده؟ لا ما يرضهمش يا عباس. الحاره بقى اللي لازم تعرف انك ما كنتش خارج بطولك، كنت هتخون اخواتك وتسرق عربيه السمين، ولما سر انكشف حب يلغوش على الموضوع بمساله الشرف والشرك. ومش هتقعد في العيشه دي يا واحده، لا انت ولا مراتك. بالسلامه يا اخويا. ولا يقعد في الحاره كلها. ودي شنطتي. لا دي شنطتي انا، هاخد هدومه ومراته بس. يلا خد مراتك واتجه يا عباس، غير العربيه اللي مش بتاعتك يا عباس. عباس بيكذب يا احمد مش كده؟ قولي احمد انه بيكذب. انا مش عارف اعيش من غيرك، انا بحبك يا احمد، اتجوزني انا بحبك. بسببك يا سيد، روح لحالك مش هفتح لك. اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين خش.
عمل لك شيء؟ عيد ما رضيش يفتح لي الباب يا مسعود. معلش عيد زعلان على احمد. هيكون اكتر مني، انا عريان من غيره، بس هم احسن مني. عباس واحمد احسن مني. المهم جاب لما مشي وكشفوني. ما تبقاش لوحدك، تعالى يا عباد هنا معايا. خيرك يا مسعود. معرفش سعاد رجعت ولا لا. سعاد؟ انا سالت امها قالت لي مفيش خبر عنها. بدات مساء اليوم عمليات فرز الاصوات الخاصه بانتخابات المجالس الشعبيه المحليه في 257 لجنه هامه تحت اشراف الساده القضاه والمستشارين، حيث يتم اعلان نتائج اول سيد. اول تعالى سيد. كل محافظه من محافظات الجمهوريه. عامل ايه يا سيد؟ الحمد لله. واحد اللي كان عامل لنا حس في الحاره. ما تعرفش عباس راح فين؟ عرفش عمال. وحشت. حتى شتمته ليا لسه بيترن في وداني. الله يخرب بيته، كان عليه حركات. ايه يا بنفسك بتبهي وانت ظهري حزين، العين تتعبك وطبعك محتشم ورا راضي ليه يا بنفسك بتبهي ليه يا بنفسك. احمد مرجعش. الا انت تعبت وطبع ما خبه على جوجل. سابتني ورجعت لبتاع الحمير، رجعت لفواز، بس انا راجل وطلقتها. كانت بتحبها؟ كنت عارف، وعارف برضه ان احمد راجل وما يخونيش. ارجع عيش معايا يا عباس، انا بقيت لوحدي. المعلم رجب ومسعود هيفرحوا قوي لما يشوفوك. يا سيد خلاص انا اتهديت، بقيتش عباس بتاع زمان. ساعة سعاد ما هربت واحمد ساب الحارة وعيد قاعد في البيت بيقرا داعية ما بيخرجش، حتى نسي موضوع الكاسة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة، ومن ولد يكون علي وبالا.
علي بوبي جسمه مترشق رصاص يا عيني. لا قوة إلا بالله. مين اللي بره؟ الله. الدنيا غريبة واللعب معاها حلو. دايما كنت بجري بدوب في الهواء عشان افضل العب معاها. الدنيا ما هياش قرشانة علي، أنا عايزها. اديني الكلمة عشان الموت عني علي. علي علي سعود، قطع عربيتك بسرعة، لازم نتفرق قبل النهار ما يطلع. لو البوليس عرف هيبهدله ويبهدله. حلو. اللهم اجرني من لذة الحياة وقسوة الموت، واجرني من حلاوة النصر وهم الهزيمة، واجرني من نشوة الجماعة وألم الوحدة، واجرني من فرحة اللقاء وهم الفراق، وأجرني من رحيق الفرح وعلقم الألم. أجرني فأنا منك وإليك يا أرحم الراحمين.